قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم بكر وابتكر. قيل هي للتأكيد، والصحيح أن معنى بكر يعني أتى أول الوقت يوم الجمعة، وابتكر يعني أنه حضر أول الخطبة، لأن بعضا من الناس قد يأتي في أول الوقت ولا يحضر الخطبة، ثم يعود بعد ذلك بعد أن فاته جزء من خطبة الخطيب. بعض العلماء يقول المقصود من بكر وابتكر يعني تصدق في يوم الجمعة، لحديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، لكنه حديث ضعيف.